في ظل الأزمة المالية وحالة التقشف التي تمر بها البلاد ومنها كركوك، أضيفت عليها معاناة جديدة لتثقل كاهل المواطن الكركوكلي، إذ قررت إدارة كركوك استيفاء 3000 دينارا لدفع أجور عمال شركات التنظيف الأهلية من كل عائلة شهريا. تأينا أن نرسل مسودة قرار إلى مجلس المحافظة ضمن هذه المسودة فرض 1000 دينار لكل أمبير يتم استيفائها من قبل المواطن بالتنسيق مع رابطة المولدات وبعض اللجان التخصصية الفنية في مديرية بلدية كركوك وديوان المحافظة. هذه الأموال بعد جبايتها سوف يتم إرسالها إلى الشركة التي تعمل على تنظيف المدينة. قرار إدارة ومجلس المحافظة جوبها برفض من مواطني كركوك وأعربوا عن تذمرهم الشديد. والله أخي هذا شيء مو إجباري وما يجوز، وهذا يذبوا على الكاهن المواطن، المواطن جدا تعبان، فهذا شيء قرار غير صائب. على المولدات 3000، على المدري شنو 5000، ندفع أجور التنظيف، ندفع أجور المدري شنو، وبعد الحكومة تقعد بالبيت. زين لا تحكموا ولا تسوي ايش نشع علينا نمط 3000 دينار، قاعد نطلع من الساعه 3 الفجر لحد الان ما نشتغل 10000 دينار، وبعدين يجي البلديه هالقد فلوس عندها تيجي تاخذ من عندنا. لجنه المولدات الاهليه من جانبها توقعت حدوث اشكالات بين مشتركي الخطوط واصحاب المولدات الاهليه في حال التطبيق الفعلي لجبايه المبالغ. راح شلون يستلموها وشلون ياخذوها من المواطنين بها طريقه، ومن هو اللي يستلم، وين راح الفلوس وراء ما استلم، المن ينطونه، هاي هم راح نشكل به لجنه المحافظه يقرر، هو اعضاء مجلس المحافظه يقررون ورئيس مجلس، طبعا راح يشكل حساسيه بين المواطن وبين صاحب المولده. من مركز مدينه كركوك هاني الشيخ لي قناه بلادي.